واجه فرفيارو الموزمبيقي بالبطولة الأفريقية من اليوم السابع. فيتو الأهلي واجه بطل موزمبيق في البطولة الأفريقية لكرة السلة. صدى البلد الأهلي واجه فرفيارو الموزمبيقي في بطولة أفريقيا للسلة. نشوف مجموعات البطولة الأفريقية. البطولة الأفريقية متقسمة ل 16 فريق لأربع مجموعات. خلينا نشوف الأربع مجموعات. لسه ولا مجموعة اتلعبت. مجموعة النادي الأهلي هي اللي اتلعبت، المجموعة الثالثة فقط لا غير هي اللي بتلعب، ولسه المجموعات تباعا. خلينا نستعرض ال 16 فريق اللي وصلوا للأفرو ليج في بطولة أفريقيا. المجموعة الأولى جمعية سالا المغربي ورويال هوبرز النيجيري وشبيبة القيروان التونسي وسلاك الغيني. الفترة هيلعبوا من 1-3 ولم يحدد البلد المستضيف حتى الآن. نخش على المجموعة الثانية. النجم الرئيسي التونسي والدفاع المدني النيجيري وإيلان سبورتيف البنيني وتيرور الكونغولي. المجموعة الثالثة وهي مجموعة النادي الأهلي اللي بتتلعب معانا في الوقت ده. الأهلي المصري أو الأغوستوس الأنغولي وريج الرواندي وفيرافيارو الموزمبيقي، والفترة من 8-10 بصالة الأمير عبد الله الفيصل. آخر مجموعة معانا في مجموعات بطولة أفريقيا المجموعة الرابعة بتضم بيترو أتلتيكو الأنغولي، مازيمبي الكنغولي، وسموحة المصري، وكوسبين من مدغشقر. الفترة من 15 ل 17 فبراير في هتلعب البطولة دي في مدغشقر. بكده استعرضنا الأربع فرق للأربع مجموعات للبطولة الأفريقية. خلينا نروح لنتائج امبارح في المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة امبارح كان يوم الجمعة اتلعبت مباراتين. ريج الرواندي يفوز على فرافيارو الموزمبيقي 86-77، وأول أغسطس يفوز على النادي الأهلي بنفس النتيجة 86-77. مباريات اليوم النهاردة، اليوم السبت، ريج الرواندي بيلعب دلوقتي بالساعة 6 مع أول أغسطس الإنجولي، والأهلي الساعة 8:30 مع فرافيارو الموزمبيقي. آخر يوم بكرة إن شاء الله بإذن الله في مباراتين. هيختتم المجموعة بمباراتين، فرافيارو الموزمبيقي الساعة 6 مع أول أغسطس الأنغولي، والأهلي المصري مع ريج الرواندي الساعة 8:30. قائمة الأهلي النهاردة: النيجيري بيلو رقم 2، الأمريكي هولمز رقم 3، مودي الجرحي 4، رامي جنيدي 6، أحمد السلعاوي 7، وطارق الغنام 10، محمد عدلي 11، مصطفى الشافعي 12، محمد أبو النصر 23، وكريم الدهشان 24، والأمريكي تود أوبراين رقم 55، حاتم البحيري رقم 77، والمدير الفني كابتن طارق خيري. نروح لقائمة فيرافيارو الموزمبيقي النهاردة. إيفان ماتشيف رقم 4، أرماندو باتيستا رقم 5، ديفيد كانفياتي رقم 6، إسماعيل دور ماميدا رقم 8، ألفيس هوان رقم 11، هيلتون أبوسي رقم 13، كارلوس مارينزي رقم 14، إياد مونجو إمامبي رقم 17، والصربي بوجا دوغوميتش رقم 18، رقم 20 إيدلسون تافاني، والكندي روبنسون أبي وونج رقم من أوغندا، روبنسون أبي وونج رقم 22، والصربي بوك يوفانكوفيتش رقم 44. المدير الفني للفريق الأنغولي لفريق النهاردة الموزمبيقي ناصر سيليا. والنهارده مباراة النهارده زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، الأهلي المصري فرافيارو الموزمبيقي. وبكده
مباراه مهمه، مباراه قويه للنادي الاهلي. وكده نطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا.